بدورها تواصل فرق البلدية عملها الدؤوب لرصد وتعقب المخالفين في الأسواق، سيما بعد تفعيل حزمة الاشتراطات الاحترازية الأخيرة للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد. وتواصل كوادر البلدية جولاتها على قدم وساق، حيث قام فريق طوارئ بلدية حولي بالتفتيش على المحال المخالفة لقرار الإغلاق عند الساعة 8 مساء والصادر أخيرا عن مجلس الوزراء. الحملة شهدت إغلاق العديد من المحال المخالفة بتواجد أفراد من وزارة الداخلية. تفاصيل أوفى مع الزميل موفق العرقان. تستمر الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر البلدية بالرقابة على المخالفين بخصوص قرار مجلس الوزراء بالإغلاق في تمام الساعة 8 مساء. اليوم سنكون برفقة الفريق الرقابي الخاص بمحافظة حولي. طبعا صاحب المحل مخفي اعتماد التوقيع ومو حاطه بالمحل، ولما دخلنا تفاجأنا بوجود سكن عمال داخل المحل، فتم ضبطه اساسا هو مخالف قرار المجلس الوزاري 566/2021. نشوف كنا في عدم تعاون وياكم تقريبا، بس الداخليه متعاونه معانا وموجوده ان شاء الله. هذه شنو العقوبات اللي تسوونها؟ العقوبه هذه راح نحولها للمخفر لحين احضار اعتماد التوقيع والترخيص. هذا المحل طال عمرك مخالف لقرار مجلس الوزراء 566/2021 بعدم الالتزام بوقت القلق، ومن النشاطات اللي ما تنعد انها يفتح خلال الحظر من الساعة 8 وفوق. الحين هذه احنا نشوف ما شاء الله العمل على قدم وساق يوميا، تفتيش على المحال التجارية والأمور هذه، شنو الأمور اللي تم مراعاتها ولا هنالك ما في مر تطبيق القانون على الجميع؟ لا تطبيق القانون على الجميع، والقرار مجلس الوزراء نافذ، وإحنا مشكلين عدة فرق لتنفيذ القانون ولن نتساهل فيه. قام فريق طوارئ بلدية حولي بإغلاق عددا من المحال المخالفة لقرار الإغلاق بعد الساعة 8 في حولي والسلمية، فيما كان البعض يعمل بعد أطفاء الإنارة الخارجية للمنشأة للتمويه، كما تم ضبط عددا من العمالة من قبل وزارة الداخلية لاستدعاء الكفيل. طبعا جولاتنا اليوم هي جولات مستمرة من قبل الفرق المدنية في البلدية لتطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير. اللي لمسناه صراحة في كثير التزام من السادة، سواء السادة المواطنين أو المقيمين، التزام في تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير، واللي ما التزم صراحة أي محل ما يكون ملتزم، سواء محل الفترة الصباحية اللي هو الأنشطة اللي تم قلقها بالكامل، أو الفترة المسائية الأنشطة اللي تم قلقها بشكل جزئي من الساعة 8 أو حتى 5 من صباح ثاني يوم، يتم مباشرة إغلاقها وتحرير محضر مخالفة تجاهه. نبي نعرف، احنا نشوفكم تغلقون بعض المحال المخالفة، شنو العقوبات؟ نعرف ان العقوبات تيجي متفاوتة بناء على قرار مجلس الوزراء، نبي نعرف ابرز هذه العقوبات. العقوبات بالنسبة لنا تتفاوت، بداية العقوبات ممكن يكون تنبيه، ممكن يكون اغلاق مباشر وتحرير محضر مخالفة، ويمكن توصل الى سحب ترخيص المحل وعمل قضية وتحويلها للنيابة، وكل هذا يكون على المخالف، جسامة المخالفة التي تمت أو قام فيها وهددت الصحة العامة. وعن العقوبات المترتبة على مخالفة قرار الإغلاق، فإن كانت المخالفة جسيمة في المرة الأولى يتم تحرير محضر مخالفة وإغلاق المنشأة، وصولا إلى سحب الترخيص وتحرير قضية وتحويلها إلى النيابة وفقا لجسامة المخالفة، للتشديد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين وتعاونهم مع القرارات الأخيرة. وموفق العرقان، ATV العدالة.